عياض والله يا رب من متروش هنا ايش في يا اخوان؟ يا عياض ينفع ولا ما ينفع؟ ما له كل القدر، لا تحطه في صحن. صحن ما صدقني ينفع. عان عان هذا ينفع لي. هذا يا ولد عشان ما ينظف الحين البيت. والله عجينتك صح يا ولد. هذا ينفع لي. اي ذا فنان بس اغسله. غسل ابوه. هذا حق بسبوسه كل ذاك اليوم. اي والله. علي عليك ارسل مراسل الغرام بلهفه الاحزان وتقرا الدي اذبح طاري الفرقاء ويا حيني وانادي يا فلان اقرا. والله شغيل يا ابو الحي. صوتك سلطان. ها؟ صوتك هذه صوتي مجنون هالشغله هذه بصوتك. والله اي والله تصلح لي. عد عد عدها خبازي مخبز. عليك ارسل مراسل غرام بلهفة الاحزان طرحت. الله لا يوفق العدو. الله لا الفلافل راح. الفلافل الفلافل الفول يا رب ان علينا بث. الفول يا رب ان علينا بث. جيبوا هنا طرح الفول. الفول يا صدام يتعب من الليل يجهزه. الفول يا رب. يا أباضة تكفى كان في بث لف الكاميرا ذي وريهم الفول ايش باقي فيه. أباضة تكفى يا رب. يا ايه ايه داور 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 أباضة تكفى. داور فوق تحت أباضة أباضة بوري بوري. هنا 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 نقطة. انا نقر الفول. جابوا الصحن. ما في فطور يا أباضة. انا أباضة شوف باقي مليون. شوف باقي مليون. باقي مليون يا ويلك من الله. والله. لقيت ذي احسن من البيتزا. اوف اوف راح الفول ما فطور. فلوفل شفتوا بيتزا بيتزا كيف غيره؟ ايش قاعد تقول؟ اي ابغاهم صح صح يا عيال. شفتوا بيتزا على شكل كيكه؟ ايوه سوها بيتزا على شكل كيكه يعني بيتزا مربعيه. بسم الله الحمد لله. الو الو انتم من؟ انا من؟ ابغى اجيب مخي ذا. اعطني اللي قلت سريع سريع سريع. ما عندك ميدك 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 يا احمد ميدك ليش ميدك. شو كذا فلافل بارده يا عيال؟ يا عيال انا احب احوس يا عيال. شوف شوف حمى حمى يا عيال. شوف حمى ما ينفع يا عيال. ركزوا ركزوا معي يا عيال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بيتزا توديك على المستشفى سريع. فلافل بالحار مشكلتنا. اي هي اسمع 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 والله ما احبه. ناخذ اتصال. اسمع الو السلام عليكم يا عيال. علمكم يا عيال. اهلين عبد الله الشهري. كلمنا من وين؟ والله يكلمكم من نماص. حياك الله. تدري نقطك المن. شوف يا عيال عيال احمد الرحيم 50 يستاهل. احمد الرحيم يستاهل يا عيال يا عيال. شوف يا عيال شوف العجينه. شوف العجينه عشان تدرون عرفه. انا عندي فكره. خلي الثنتين سوا. اي بحط كله كله. لا 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 عجينه 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 عجينه. ما عندها لا صح. نعمه 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 يا عيال. شوف العجينه كيف. لا مزح ساعتي يا عيال. شوف شوف ولد. ركزوا معي يا عيال. شوف 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 العجينه كيف. العيشه لا يا عبد الله. لا يا عبود عبود العيشه ما ندري عادي بيضه يعني نفس. لا يا عبد الله انتبه. الله يا ام غصك يا تبي. الله يا اسف صبع على ماسك مكبت. العجينه عجينه دس العجينه دسها. روح روح سرعه سرعه اغسل اغسل العجينه يا اخي. عليك ارسل مراسل الغرام بلهفة الاحزان. يا عيال ركزوا يا عيال. شوف 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 الذي وتقرا الدي اذبح طاري الفرقاء ويا حيني. ركزوا يا عيال وانادي يا فلان اقرا الرسائل طالبك يا فلان. يا سلام انت رجب اخ. لا لا يا عبد الله اكل 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 شوي المزح شوي. خلاص يا طفل شوي ولا تمه تكفى تكفى تعيد. تمه ترجع. شوف كيف حط ماء. عبد الله فله. عبد الله فله. ترجع تسلك نفسك. لا 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 عادي احسن شيء. الفلافل وراهم الفلافل العبود. اوه عبد الله فله. لا تعلم امسك حط كذا سيت حط ما احب تفرد يا حبك للفرد عاد. يلا انا احب. يلا عيال 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 يا عم الجبنه مطوله ولد. عم الجبنه احمد ثبت ثبت على ذي احمد سي كذا احمد عاد ابعدي عيالي ابعدي يا زقني. الله يا مغصك. لا يا لا تخربون طبخ جديده. هي جديده
بس خلاص يا عيال جاهزين يا عيال لا تخربون على احمد انا اقول جاهزين يا عيال جاهزين يا عطني 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 خلطه اللي انا مزينها شوي شوي يا عيال في طماطم ايه خلها عش بلبل معي سمن وعسل ودي احط ثوب جديد يا عيال شوي 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 لا لا ما عليك يا عيال شوي 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 اعطني معلقه بالله ما شاء الله ما خليها في خاطري يا عيال خلاص شوي شوي بعد يا زقنك زقنا ايه ما شاء الله اشتغلت يا سلام يا زين احمد ها شوي شوي انت حاطين شيء صح احوس اصبر جعني احوس عن طفيت حريق فوق كاتين هذا هذه يدي 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 ادخل ملعقه ذي واحط عينك يا ولد ولا شيء وش ذا خلي بيتزا بالعيون ايوه ما خلطتها زين يا ولد اصبر يا عيال هي ترى بشوي في بهارات مهران بهارات البيتزا انت تسوي دام انا بكم العار كل ابوكم تموتون اذا مكو اخذك من مشوارك العربي والاول بعد كل يا اخي الله يرحمه ايوه السلام عليك قول حوس لا 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 شو الصوت ذا؟ شو الصوت؟ خرجت الأنثى اللي قصدت عطنا 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 أنا ما الريح ما أحب الزيتون بس أحب رشة يا عيال والله رش 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 جعلني إن شاء الله الرش من خمسة هلا لا بيرش رش من بعيد يا عيال ويا أهل الوادي اسمع اسمع أنت وين خلنا جعلك يا سعد للموت قلا سلام الله من يا عبد الشباب شو سيدي وين قفاز وين قفاز وين قفاز حلو عشان دخلت السجن بتخون معي والله حتى انا لا احط وزع يا عيال واردو دقيقه دقيقه لا طماطه طماطه يا عيال اسد الحوس والله بيتزا حلوه والله ما اكلها وقف استاذ الله يعذبك والله لا اكلها اذا جاء شكلها يا والله العظيم يا عيال دقيقه اهم شيء الشكل يا عيال شكلها بنموت منها يا ود عونه اول مره اشوف بيتزا اكلها طماط يا عيال دقيقه يا عيال غلط 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 يا عيال قطع الجبنه قطع الجبنه بس بس اسمع الله الفلفل غسلتوه يا عيال وش هالبيتزا اللي تشتكي مو احنا نشتكي منها اسمع وش ذا الخلطه عبد الله هي خربت حط بخ الطفايه لا 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 ادري عنك بخر خل اسوي خبز يا لا تخربون طبخه اخوي والله يا عيال ترى تعبان من قبل الفجر ونزينها خلاص ترى والله جبن والله مكوناتك يا عيال والله بدون لعب يا ترى ما لنا خلاص دخل الفرن دخل الفرن قبل الحمد لله يعني انتم كلكم شاركتوا صح؟ ايه يعني كلكم انا ادخل السجن صح؟ ايه لا كنا حط زيتون حط زيتون كنا يدوا لا لا زيتون واجد تكفى انا ما ادري لا تقوم ما احب الزيتون يدوا على كلنا يلا يدوا على يدوا على شارك شارك صوت شارك انا معكم لا تحط زيتون واجد انا ما احبه حتى لو ما احبه بغي يجيك حوض يلا واحد اثنين حطه كذا على سكر سكر لا يا ولد يا طفل يا دوش هالبزر يا المطبخ صار ابيض نظفت المطبخ عبد الله يا عيال ليش 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 اضحك لحظة ايش؟ ضحك ليش؟ اني دخلت داخل بامان، انا مرتاح يا عيال. المطبخ صار نظيف. اوف شعرك يا ولد ابيض. احمد رحيم، ذكريات احمد رحيم. عيال جاني شيء انا. بيتنا اللي في جدة، بيتنا اللي في جدة رحنا فيه ورجعنا نلقاها زي كذا. ما شغلت عليه يا احمد، ما شغلت. لا شغل شغل. والله ما شغلت. لا تفتح لا تفتح لا تفتح. شغل شغل عادي عادي لا داخل يجي شيء يا دقيقة أنا شوف بنكت مانو يو ولد أبيض أصفر ورب الكعبة أبيض تعال هنا تعال هنا تلفزيون زمان كيف تشوف بيشو كيف تشوف النموس على ضباب على ضباب عندنا ضباب حنا في الدير ما شاء الله هنا سنابات النماص ما شاء الله تبارك الله هنا منزلة بيشي وحلبان شوف الزرع هنا ما شاء الله العظيم عجب شوف الريحان ريحان والله حلو يا عيال والله تسنى في ضباب احمد كم تخليها احمد دقيقة انا علي شيء يا عيال كم تخليها دقيقة علي شيء يا عيال اي والله 10 دقائق البيتزا وجه شعرك كله البيتزا 10 دقائق شعرك كله ابيض عليك ارسل ما تدري الغرام وضحكه المنصور انا ما انغشيت على المعجون الحمد لله عليك الحال يا عيال انا المطبخ في وسخ ما حطيت هذا يا احمد ها معجون احط طويل خلاص حطيت من بدايه كلها بودرة يا الله يبجيكم بيتزا يا عيال بال ايش اسمه والله
ليش البيتزا الوحيدة اللي ما تدخلك المستشفى اللي جوا اللي جوا طفاتها ايش يسمونه؟ ها؟ ايش يسمونه؟ هذا اللي رش على نشو ايش اسمه؟ بودرة انا علي شيء بودرة اي والله في ذمتك لا اي لا بودرة حق البزران يا ولد يلا يقطع عبود وينه؟ يا رجل اقسم بالله انا هذا مقلع هذا بيدخلنا حلو انك ما قلت لي رش على البيتزا والله يرش طيب ترى متفق معي قال ميديا برش يعني ترى رش بعد البيتزا اي هش ممكن قاعد علمته واد اطلع يا تنكتم اطلع يا ود اطلع البيتزا لا تروح خله خله شوي اسمع سعد برجع تلعب وانت تلعب كوره ها تلعب تلعب كوره انت حافي واد والله انك لا طفت في النص النماص على يسارك بيش على يمينك